ايه اللي وقعك الوقعة السودة دي يا ياسين؟ الله يسامحك يا ابوي، لولاك ما كانتش دي بقى حالي. معقول في ناس زي يومك ده؟ ومعقول تكون نهايتي معاهم؟ نهايتي تبقى مع تجار دين؟ تجار ما يهمهمش غير التفكير في الربح والخسارة. الناس اللي بتعرف الخسارة صح هي الناس الغلبانة اللي بيقتلوها باسم الدين. كان عمل ايه العسكري اللي مات سايح في دمه؟ في الآخر يقولوا جهاد. جهاد ايه ده؟ جهاد يبقى ضد العدو ولا تبقى غابة؟ في شرع. ولاد بلدك مش هم العدو يا ياسين، مش هم اللي نقتلهم. تقبض ثمن دمهم.